تعالوا نتفرج على قصة يوسف بمنظور جديد. هو في ظلم في الدنيا أكتر من اللي تعرض له يوسف؟ تعالوا نحسب كده الظلم الواقع عليه، عشان أنا ما بنكرش إن في ظلم في الدنيا وعلى الإسلام وكله، بس هيتعامل معاه إزاي يوسف؟ إيه الظلم اللي عليك يا يوسف؟ طفل صغير إخواته كلهم بيكرهوه، لدرجة إن أبوه قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. طفل صغير اضطر أبوه يقول له إخواتك بيكرهوك عشان يعني الوضع صعب. واحد. اتنين، يترمي في البير وهو غلام، ما كملش 10 سنين، ما كملش 11 سنة، ومش أي بير. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، غيابة جمع غيب، غيب وغيب وغيب، غيبوه عن الدنيا، مش بير عالي مش شايف حاجة خالص تحت، اختفى عن الحياة. تخيلوا لو الطفل تعرض لكده أكيد ممكن تجيله صدمة نفسية، عقدة، يفضل يكره الدنيا طول حياته. ده نمرة اتنين، ما حصلش مع سيدنا يوسف كده. تالت حاجة، يتباع عبد. ده حفيد سيدنا إبراهيم، ده ابن إسحاق ويعقوب، يتباع عبد، ويريت عبد عادي. وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. يعني فقد أبوه وأمه ومش هيشوفهم تاني إلا بعد 30-40 سنة، وإخواته بيكرهوه، وقعد في بير على الأقل 3 أيام، واتباع عبد. وبعدين هيعيش عبد قد إيه؟ هيفضل في العبودية في بيت عزيز مصر اللي هو كان وزير الاقتصاد في ذلك الوقت، هيقعد قد إيه؟ سنين طويلة لغاية ما يكبر عبد. وبعد كده تيجي مرات العزيز تراوده عن نفسه، دي صدمة تانية، دي هي اللي مربياه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، فتنة امرأة العزيز، ظلم فوق الظلم. وبعد كده كل نسوة المدينة يحاولوا معاه، أي بشر يتحمل كل هذا الظلم؟ وفي الآخر هيترمي في السجن. ويترمي في السجن في إيه؟ تهمة شرف. على النبي بيقول عن سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كل أجداده أنبياء. يترمي في السجن وهم عارفين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات إن هو صادق ليسجننه حتى حين. يتحط في السجن. طب هتقعد في السجن قد إيه يا سيدنا يوسف؟ 9 سنين. فلبث في السجن 9 سنين، بضع في اللغة العربية تصل لـ9. سنه كام دلوقتي؟ فوق 30. 10 سنين إخواته بيكرهوه، من سن 10 سنين لسن 20 سنة لما كبر والست رودته، أو كذا وعشرين سنة عبد، من كذا وعشرين سنة 9 سنين في السجن، يعني كم سنة؟ حاجة و30 سنة. إيه رأيك؟ في ظلم أكتر من كده؟ مفيش في صورة يوسف كلمة واحدة قال فيها أنا مظلوم أنا مضطهد، ولا كلمة. كان ربنا بيقولنا في بديل تاني. إيه البديل يا سيدنا يوسف؟ البديل الفاعلية الرحيمة. إزاي؟ شوفوا فاعلية سيدنا يوسف. سيدنا يوسف بيقول لما حصلت المشكلة في مصر والملك بيدور على حد يحل المشكلة، قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ عليم منين يا سيدنا يوسف؟ ده أنت طالع من البدو على العبودية على السجن. منين؟ ده انت حدير اقتصاد مصر يا سيدنا يوسف، ده انت حدير اقتصاد الشرق الأوسط لأن في مجاعة. منين حفيظ عليم؟ سيدنا يوسف من صغره فعال يا عم، اتعلم علم الاقتصاد فين؟ وهو عبد في بيت العزيز اللي كان وزير الاقتصاد، ما قبلش سيدنا يوسف انه يحط ايده على خده ويبكي ويقول أنا مظلوم أنا مضطهد أنا بقيت عبد وأنا ابن الأنبياء. راح اتعلم الراجل ده بيشتغل ازاي. لا ده فعال، ركز على نفسه. طب انا هقعد عيط على العبودية، خليني اتعلم الراجل ده بيدير البلد ازاي. فتعلم منه، فلما جت الفرصة انا جاهز. الله على الفاعلية. لو فاعلية حاجة تانية خطيرة، لما دخل السجن الناس في السجن قالوا له ان نراك من المحسنين، ده واحد عمال يساعد الناس اللي في السجن، ما استسلمش وقال ظلموني سجنوني انا هنتقم منهم، قاعد يساعد الناس من المحسنين. لا وفعال في حاجة تانية، ده راجل أدار الدولة 15 سنة، حط خطة 15 أكل الشرق الأوسط كله سيدنا يوسف. طب دي الفاعلية. طب وفين الرحيمة؟ لا هو في رحمة أكتر من كده. جوله في السجن قالوا له الحلم بتاع الملك، لما سمع الحلم عرف إن مصر داخلة في مجاعة، بس الناس دي جوعته والناس دي سجنته والناس دول أصلا ما كانوش مؤمنين بربنا. عندك 4 اختيارات يا سيدنا يوسف، لو أنت مكان سيدنا يوسف تعمل إيه؟ طلعوني الأول وبعدين أديكوا الحل، مش كده؟
طيب اتنين طلعوني الاول وبعدين يديهم الحل غلط عشان ينتقم منهم. طب تلاتة لو هو يعني يعني ايه يقول لهم ايه مش طالع ومش قايل. مش في ناس ممكن تعمل كده؟ انا كده دماغه بقى تقفل. لكن سيدنا يوسف ما عملش ولا واحدة من دول. سيدنا يوسف اداهم الحل وهو في السجن. يا جماعة ده كان ممكن ما يرجعولوش تاني. طب ازاي سيدنا يوسف تعمل كده؟ طب والناس ذنبها ايه؟ يعني المصريين يموتوا من الجوع علشان انا عندي مشكلة؟ يعني عشان انا اتغلط في حقي واتظلمت واضطهدت اظلم الناس؟ الشعب ماله؟ لا، خدوا الحل اهو، رحيم وفعال. وفي الاخر لما ادب اخواته وعلمهم الادب ووداهم وجابهم كذا مره قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. النفسيه الحلوه دي، الفاعليه الرحيمه، هاشتاج يوسف. حد يقدر يزايد على القران؟ حد يقدر يزايد على سيدنا يوسف؟